الكرة مرة أخرى. ليو ميسي، هيغوين بيسدد، فرصة مع ميسي ممكن يسجل، ممكن يجرب الآن. هدف في الافتتاح يأتي مبكرا، لا يتأخر، الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف. شوف الأجواء، انظر إلى المباراة، نقطة تحول الآن في هذا اللقاء. المسافة كانت قريبة، سجلها بكل ثقة، ما كان فيها فرصة لحارس المرمى. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. يا الله، فرصة للتعادل. أوهو، أي مباراة، بداية من نار، بداية قوية، التعادل يأتي، هدف هنا وهدف هنا، منافسة كبيرة، ندية وإثارة، نتمنى بأن تستمر المباراة بهذه الصورة. شوف الإعادة من جديد، شوف الكرة الرأسية، شوف الدقة الكبيرة، شوف التوجيه، الله على النهاية. هدف تعديل الكفة، حمل جيد في قطع الكرة. كرة لبالوتيلي، ممكن يجرب، ممكن يضرب الآن. هدف التقدم يأتي، يغير مسار المباراة، نقطة تحول في هذا اللقاء، كل شيء سيتغير. يا الله على التوقيت. شوف الإعادة واستمتع، شوف الضربات الرأسية، شوف القوة، شوف التوجيه، يا الله على هذه الكرة. فلنشاهد الهدف في الإعادة مرة أخرى. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. جميل تبادل الكرة. تمريرة ممتازة من فيراتي. برناردسكي، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة، الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. أخيراً يترجمون تفوقهم في المحاولات على المرمى إلى هدف. هدف ملعوب جاء من لعب جماعي مميز. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. الخصم ليونيل ميسي، تسديدة، يا رب، هدف آخر، كل ما يحتاجون إليه الآن ليظهر الفريق شخصيته وقدرته على العودة. الآن أصبحوا على بعد خطوة واحدة من التعادل، قد لا يسعفهم الوقت المتبقي من المباراة، لكننا بكل تأكيد بانتظار لحظات مجنونة. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. قطع الكرة وتنظيم الهجوم الآن بطريقة ممتازة، ممكن تكون هذه آخر فرصة لتسجيل التعادل. اللقاء ينتهي مع صافرة النهاية. انتصار. تشكيل